بعمل هدف جديد اتحدث الست دي. Need something. These bastard Spartan soldiers with the men gone or dead, they think they can do whatever they want. They think they are safe from vengeance. Foolish. With so many hurt by this war, vengeance always finds a way. The commander is brutal, and his men are murderous bastards. The gods must see them punished. So you want me to send the Spartan commander to Hades? Yes. His death is the only answer. تمام. هقول لها طيب I'll take care of it. سأحصل على رأس القائد. By Zeus, thank you. I'll be back when everything's taken care of. كده خلاص انا كده خدت الهدف اسمه الانتقام دايما. تمام. طيب نعرف مكانه واقفين اهو هو ده الايه المكان. طيب نبدأ نروح المكان. انا كده قربت من المكان هنا. تمام. هبدأ ان انا ايه يعني اتسلل كده واحدة واحدة. اهو القائد واقف اهو. طب ننزل. كده انا موته. تمام. المفروض بقى انا اسيب المكان دلوقتي واهرب. في الحته بتاع المرتزقه كانت اتفتحت. ماشي الغيها عشان محدش يطاردني. تمام. بس كده هبدا ان انا ايه ارجع للست دي. طيب اروح لها. كده انا وصلت للست اللي كانت مداني الهدف. تمام. Again. Have you killed him? Your man is dead. I'm glad I put my faith in you, Mistios. Please, stay peace. يا اما اقول لها يجب عليك الانضمام للطاقم يا اما شكرا لك. طب انا عم بهيئ في الطاقم. اقول لها لا شكرا لك. خلاص كده الهدف خلص. خدت 1575. تمام كده. طب نشوف بقى هدف تاني. اهداف صغيرة عشان نوصل بيها لليفل 18. يبقى من 17 ل 18. طب نبدأ نبص على لوح الرسايل. انا واقف قدامه. طبعا دي كلها طبعا اهداف. تمام. طب نبدأ نشوف مثلا اضعاف العدو ده. دولة العدو اذا كان حصلتكم على الارض مطلوبا بيقول لي يجب اضعاف دولة العدو. تمام. الحماية عند الموت. تدنس حمادة حصالة صاريك القبور المنطقة. تعالى تطهير المنطقة هذه المخلوقات التفاهة. طيب احنا هناخد ده الاول. ده شكله سهل. الحماية عند الموت ده. تمام. طيب هو كده بيقول لي خلاص كده انت قابلت المهمة. طيب هيبدأ ان هو ايه ندوس على الام عشان نشوف مكان الهدف اللي هو مدهوني اهو تقريبا. تمام اهو. طيب نبدأ طبعا ايه انتقال سريع. تمام كده انا كده بالظبط 108 متر عن الهدف. تمام. هنزل اشوف الدنيا فيها ايه. كده كده انا قربت من الهدف اهو. اكيد طبعا في شوية حيوانات او حاجة زي ما هو ذاكر او هنا. تقريبا دي انا هاخد الهدف منها. اتكلم معاه. What's the matter? Bandits have been looting the bodies of the fallen. But a curse on the grave robbers will end their violation. Interesting plan.
Those filthy looters will try to prevent my ritual, I'm sure of it. And this stench of death is sure to draw wild animals near. And of course you want me to kill them all. All the bandits must die. Do we have an agreement? Hola, Meshi. Salutare del Mogromin. Get this done quickly, Mistios. Leave it to me. طيب تمام كده ماشي. هبدا ان انا ايه اشوف الخريطه برضو اهي هنا المهمه هنا. طيب نبدا نروح المكان كده. انا قربت من المكان اهو مسافه كويسه. هبدا ان انا ايه اشوف بقى اشتبك مع الناس اللي موجوده دي. طبعا هنا في حاجه انا ممكن ناخدها اهي. تمام. في ناس اهي. تمام كده. مش عارف كده بقى في ناس تانية ولا لأ. في حد بيضرب عليا بالأسهم برضو أهو هنا فوق أهو. Earn the reward, I think. تمام كده. طب نبدأ إن احنا نشوف المكان ده فيه حاجة نفنشها ولا لأ. خلاص كده في صندوق اهو. تمام. طيب ماشي كده خلاص المكان كده خلاص. نرجع بقى تاني للايه اللي كان مدينا الهدف اهو. تعلم عليه علامة صح. طيب نروح كده. انا رجعت اللي كان مدينا الهدف. تمام. You're back. Have you killed them? I took care of them. Every last one. Great work, Mistios. You've earned your drachmi. طيب اقول لها يجب عليك الانضمام لتاقمي او شكرا لك. طبعا انا مش هعمل بها في الطاقم ولا شكرا ليكي. تمام كده ماشي. اخدت 1575. طيب نشوف هدف تاني. رجعت تاني لروح الرسائل. هبدا انقي منه هدف برضو بسيط وسهل. هنا بيقول لي اضعاف الدول دولة العدو اذا كان احرزت قدم على الارض مطلوبا. ده 17 ده كده عايز حصن طبعا هجمه. طيب نشوف ده. جائزة على رأس احد اتباع ايريس يتحدى أحد أتباع إيريس مع بدنا كما قدس وهو يظن أن شعيره هي الطريقة الوحيدة للتضرع. أريد ذبحه قبل أن يبدأ في جر الناس إلى الضرار. طيب ده كده هنقتل واحد ومسافته 113 متر. تمام. طيب نبدأ ناخد ده. تمام. طبعا نشوف مكان الهدف أهو بالظبط. طيب نروح له. كده انا قربت من الهدف اللي هو بيقول لي اقتل تبع ايريس. تمام. هبدا مثلا استخبى كده مثلا ولا حاجه انزل بالسي. تمام. هو واقف هناك اهو. في ناس. تمام. بطلع قوي. تمام كده ماشي. هننهب. ده عدو كطائفة كوزموس. ده أكد القتل هنا كده دلوقتي. لازم تأكد الأكل القتل يا إما كده المهمة هتبقى اشتمت. خلاص كده
تمام اوكي كده. انا قتلت واحد كمان من اعضاء التوزموس. يعني لو دوست على البي كده مثلا متهيألي كده في حد ظهر هنا هنا ماشي. فدول كانوا ظاهرين من الاول يعني. المهم ممكن يكون مش تبع طائفة، ممكن يكون تابع لحد عضو في الطائفة أو حارس. طيب نبدأ هنا نمشط كده المكان. طبعا مفيش حاجة هنا تتاخد. طيب تمام كده. كده أنا خلاص نفذت اللي في اللوحة الرسائل. نبدأ نرجع لروح اللوحة الرسائل تاني، ناخد هدف منه أسهل. رجعت تاني لروح الرسائل، هبدأ اخد هدف بسيط كده نعمله. هنا بيقول لي مرتزق ماشي، دراهم اكثر تعني مشاكل اكتر. بيقول لي احتاج الى مرتزق لمساعدة في مداومة اضرحة اتباع هيريز، يمكن مشاكل تقسيم النقود ومش عارف ايه ماشي. طيب مشروبات الحب والكحول، بيقول لك طبيب بحاجة لشخص قوي سلام لاجل مهمة طارئة يبقى انه قادر على السير ماشي. طيب ناخد ده الاول، عن مشروبات الحب والكحول ده تمام شكله كده ايه بسيط. طيب نبدأ نعمل نشوف الخريطة فين الهدف اهو اهو. طيب نروح الهدف هدف عشان اعمله تمام. هبدأ ان انا اكلم الطبيب ده ماشي. نودي تمام، هبدأ اكلم الطبيب. I got your message on the board. What's going on? I've got a love filter here that needs to be delivered to a Spartan commander, but my usual messenger broke his ankle. I lose my fee if this doesn't arrive safely. You want me to deliver it to the Spartan commander? هو كده عايزني اوصل مشروب لقائد سبارتي. ماشي هقول له طب ماشي اوكي. You have my word. Thank you. You'll be well rewarded. Here, stranger. تمام كده هبدأ اشوف الهدف هنا تقريبا. هودي هوصل الاعشاب. طيب نروح المكان اللي فيه الهدف ماشي. هبدأ ان انا اوصل له الاعشاب اللي هو عايزها اهو. اتكلم معاه. The physician said you'd be needing this. Thank you, Mistios. Here, this is for you. تمام كده خدت الخامات وهيديني طبعا خبرة 1575. هدف سهل جدا. طيب ماشي نشوف، نرجع لروح الرسائل تاني ونشوف هدف تاني. كده وصلت لروح الرسائل، هبدأ أخد هدف منه تمام. عندك هنا ضعف العدو، تحب الآلهة السجع، إذا كان السحر لو تنشيز مزاجك فتعالى رؤيتي أعرف كيف يمكنك المساعدة تمام. جايزة على رأس مرتزق، ده رقم أكتر تعني مشاكل أكتر ماشي. هنا بيقول لك في منظمات أضرحة الأتباع يمكن يكون مشاكل زي البيض والجوار المتروكة في الأضرحة. ممكن ناخد ده ماشي، دراهم أكتر تعني مشاكل أكتر تمام أوكي. طيب نبدأ نشوف المكان على الخريطة ماشي. هنا طبعا غالبا ده المكان هنا. طيب نروحه. أنا كده وصلت للهدف يا جماعة، وعلى فكرة طلع غالبا زي الكامب كده. هبعت الصار طبعا بتاعي عشان يكشف المكان. المهم ان هو كامب وانا كنت لعبه قبل كده، لان هو معلم عليه علامة صح اهو تمام. يعني كنت عامل فيه مهمة قبل كده. طيب هنبدأ ان احنا ايه نتسلل المكان. غالبا كان في فتحة هنا ممكن تخش من على الصخرة من فوق، ممكن تخش عادي تمام. طبعا هم عددهم كبير، وفي مرتزقة برضه واقف في اللي في النص تمام. يعني أي ما يستدعوني أي ما موت حد فيهم تلاقي اللي هي المرتزق راح طالع ماشي، وبدأ إن هو إيه يطردني. طيب ماشي كده تمام. طيب هنا مثلا تمام ممكن اعمل ايه صفارة للاخ اللي جاي ده اهو كده سمع، ممكن يجي لي بقى كده. نبدأ ننفض الكامب ده شوية
تمام كده، هذا كده واحد. اوكي طيب، في حد تاني جاي؟ ماشي، انا كده ايه لفت نظره، ممكن يجي برضو يدور عليا. تمام، نرجع تاني. ماشي، نستنى برضو حد يجي. يعني كده في متهيألي واحد فوق اهو. تمام، وفي واحد بره، وفي المرتزق، وفي القائد بتاع الكامب. تمام اوكي، طبعا انا مش عايز المرتزق اللي بره ده. واحد ركب على حصان، ممكن ما يكونش مرتزق ولا حاجه، ممكن يكون جندي يعني عادي يعني. تمام، هو الكامب ده غالبا كده في ايه، في موارد كتيره ممكن الواحد ياخدها. اوكي طيب، يعني مثلا ممكن انا اقول لك على حاجه، احنا ممكن كده نتسلل. ماشي، في واحد اهو على فكره اهو. لا، في برضه في واحد فوق، في واحد. انا مش عارف اضرب فين اساسا، يعني انا عايز اجري كده، مش كلهم ملمومين عليا، ومش عارف منين اساسا. تمام، باقي اللي هو القائد بتاعهم. طب نعمل هيلز. ايوه ده، مش عايز يشيل الدرع، هو ايه جامد قوي، له اسم كمان غالبا، ممكن يطلع من المرتزقة. ده كده اتنين حبيبي، كده انا مش هفلت. تمام كده اتنين، ماشي. انا كده هحاول ان انا ايه اعمل كده اهو، لا هحاول ان انا كده اجيب الخريطة واشيل الريورد بتاع المرتزقة ده. تمام، عشان ما يطردنيش، ويتبقى كده معايا هو كده خلاص مش هيطردني، كده بقى معايا القائد بس. ماشي، اخش بقى ايه اتسلى عليه جوه. تمام اهو، ايه ده برضه الاتنين لسه موجودين. كده الاتنين برضه لسه موجودين، انا مش عارف اعديهم لانهم جامدين جدا. ده كده مش هدف بسيط، ده كده مش هدف بسيط. ده كده غالبا اتنين مرتزقة. طب كده انا هحاول ان انا ايه اصطادهم بالاسهم. طب ممكن نجيب ده، هو انا كده ايه اسهل شويه مش مبرق. Yeah.
كده مات خلاص. تمام كده انا موت مرتزق. حتته جامدة. كده الهيلث بتاعتي ضعيفة جدا بس كده. كده الهيلث بتاعتي ضعيفة. مش عايز اضيعها. كده هيضرب عليا. طب مش ناخد دي. طيب ناخد الهدية دي الأول. تمام خلص. لا لازم انزل وقت تحت. الدرع بتاعه كبير. كده موته. تمام تمام كده الاثنين مرتزقة ماتوا. ماشي كده نجيب الام كده نشوف الاعضاء الطريقة. لا المرتزقة. ماشي كده ده اللي انا تيموساوس البذيء ده اللي انا موته. ولا تيمياوس البذيء. تمام طيب نبدأ بقى ايه نشطب الكامب ده. تمام في هنا مؤن المفروض ناخدها ونحرقها بقى كده اهو. ناخدها. تمام احرق يا معلم. تمام طيب كده هنا كده ناخد دول برضو. هو الهدف ده طول شوية مع انه المفروض ان هو هدف سهل. يعني المفروض ان هو في اللوحة في الروح الرسائل بيبقى الاهداف سهلة. ماشي يعني العملية طولت شوية خالص. طبعا في حاجة تحت هنا في هدف تحت هنا. ده تقريبا اللي مديني الهدف. تمام اروح اتكلم معاه. You're the one who left the message on the board. What's going on? Followers of Ares leave offerings of armor and precious gems at their shrines. And you'd like to get your hands on their loot? Their riches are for the dark arts, Mistyos. Their shrines are. ده كده هدف جديد. The gods will bless. ده كده الصدف ان انا ايه كده لحمت في هدف جديد خالص. You'd like to wipe out the followers of Ares. That's right. I want them all dead. قول لها ماشي ستتكفل بالأمر. أوكي I owe you mercenary. Leave it to me. تمام طيب هنبدأ نشوف الهدف الجديد. طيب تمام أو ماشي كده. تمام بيقول لي يقتل أتباع إيريس من 1 لـ 6. يعني برضو هيدور برضو إيه عرق. طيب قربت من الهدف. تمام
هنبدأ بقى نشوف الايه المطلوب. ايوه. تمام. اوكي، في واحد تاني اهو، اصفر له. ماشي كده بقى، الستة بقى هيطلعوا. تمام. النار اشتعلت. ده المفروض ان هو الهدف اللي انا واخده. ده المفروض ان هو الهدف الكبير ده. لا 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 لا، اجري اجري بسرعة، اجري بسرعة، اجري بسرعة. ده كده ايه، هيموتوني كده، هيموتوني. لا، الهيلث كملت. تمام. طيب كده في واحد ورايا، هو شكلهم جامد، شكلهم جامد قوي. ماشي كده، في حد فوق على ما اعتقد، يعني كده هيلسي كملت اهي. ماشي. كده المفروض ان في حد ناقص. تمام، ممكن احرر الاسير ده. تمام. طب انا كده لو قتلت الستة اللي هما بتاع كده الستة خلاص، المفروض ان انا ارجع لها. طب نشوف الكام. تمام، ناخد الحاجات اللي موجودة دي. ماشي كده خلاص، كده مفيش. طيب نرجع للستة تاني. You're back. Have you killed them? I took care of them. Every last one. Then I believe this is yours. You have my thanks, friend. I always finish what I've started. طب تمام كده، انا خدت هدية خبرة 1575. طيب برضو نروح على روح الرسائل تاني، نشوف مهمة تانية جديدة نعملها. قال يموت. تمام، انا كده معلم على مكان الهدف. مش هاخد بقى المرة دي من لوح الرسائل، في هدف كده ظهر عندي بره. تمام. Here, friend. Anything a mercenary can do for you? The followers have so much drachmi. The barking mad among the rich send donations to appease Ares. Many hope the gods will smile on them. What good are the gods to us now, Mistios? People need drachmi. The gods do not. So you want me to give you some drachmi? I would be in your debt. ماشي، هديله فلوس. ماشي. It's all yours. الهدف اسمه الإله والأرباح. طيب تمام كده،
كده انا خدت الخبرة بتاعته. طيب نعمل هدف جديد. ترك ولا يموت، مش الهدف اللي قبليه، الهدف اللي قبليه ما طلعش ترك لا يموت، طلع الاله والارباح. ده اللي انا ما كنتش لسه رحت للهدف ده. كده الهدف ده اسمه ترك لا يموت اهو. ماشي هنبدا نعمله. خلاص انا كده عند الهدف اهو، هبدا اتكلم معاه. Anything a mercenary can do for you, statesman. I'm losing everything. Not only was my brother Alpinor murdered, but my whole political career is about to disappear too. طيب انت كده ممكن تقول له ان انا قتلت البنور او من الصعب تحمل خسارة فرد من العائلة او لم اكن اعرفه. هتكذب يعني، هتقول له مثلا ايه لم اكن اعرفه، مش هتقول له مش معقول، هتقول له يعني ان انا قتلت البنور يعني. البنور؟ Can't say I've heard of him. البنور was a kind and wealthy man. He financed my love for politics and protected me from harm. And now he's gone. I risk losing everything I have left. Is there something I can do? Ever since my brother disappeared, bandits have been attacking me. They're after the family fortune and I'm left defenseless. If they take the money from me, then I can't continue my political career. So you want me to gut every single bandit? You understand quickly. I need every last one to die. طيب اقول له ماشي، اصطدم المجرمين. I'll do it. Get this done quickly. Leave it to me. تمام كده انت خدت الهدف. بيقول لي انت طلعت طرق من 0 ل 5. طيب هندور عليهم اهم هنا في المكان ده. تمام. طيب هنروح المكان هدف. هبدا بقى اتعامل مع طرق. استخبى كده. I should stay hidden if I don't want to fight. تمام، ممكن اطلع السعر بتاعي. في حد شافني؟ تمام. ده الحيوان اللي بيضرب عليا ده في حد تاني اهو بتاع السهم ده. Better collect my drachmi. ماشي في حاجة هنا برضه ناخدها. تمام. طيب نخش بقى ايه، نشوف هنا كده ايه النظام. طيب انا كده تمام ماشي، هبدأ ان انا ايه اروح للي مديني الهدف اقول له خلاص كده. عند اللي مديله الهدف واكتشفت حاجة من المكان اهو قدامي. تمام هسيبه، هبدأ اروح للي مديني الهدف اخد المكافأة بتاعتي. Have you killed them? I took care of them, every last one. Nicely done, my friend. Please take this as thanks. Happy to help. تمام كده انا خدت المكافأة بتاعتي. تمام. اشوف هدف تاني.
وصلت للوح الرسائل هبدأ أخذ منه أهداف. طيب عندك هنا كده إيه؟ يجب إضافة دور للعدلان. ماشي. طيب هنشوف هنا كده حاجة مثلا إيه تحب الآلهة السجع. إذا كان سهل رئيس الجسير اسمه ذلك تعالى رؤيتي أعرف كيف يمكنك المساعدة. ماشي. ده كده 700 متر. في قيمة شخصية اللي هو الهدف ده، ده قريب شوية. بقول لك إذا كنت ذكيا وقادرا فتعال رؤيتي لدي عمل لك. ماشي. أوكي ممكن ناخد الهدف ده تمام ونعمله. أنا كده وصلت للمدية الهدف أو حطها على روح الرسائل اللي هو قيمة شخصية. بيقول لي تحدث إلى فتاة الهيتيرة. ماشي. طبعا أنا كده إيه هبدأ إن أنا أروح أتكلم معاها أشوف أهي هي اللي نايمة دي. You left a note on the board. What's happened? The war has brought this city to ruin. My earrings from this week were stolen in the night. That's not surprising. I'm sure the drachmi was taken by city bandits. Their leader urges them to prey on the Etera. He thinks we're defenseless. And you want me to kill the bandit chief? I can't hide my desires. He must die. طيب هقول لها ماشي. سأحصل على رأس الزعيم. You have my word. Then I can rest easy. I'll come back when I'm done. تمام كده انا خدت الهدف. بيقول لي اقتل قطع الطريق. طيب هبدا ان انا اشوف مكانه في الخريطه اهو المكان اهو. طيب نروح له كده. انا وصلت للهدف تمام. هبدا ان انا ايه استخبى كده اشوف قطع الطريق ده موجود فين. غالبا هنا كده تحت او في كهف. I don't want to be spotted here. هو كده المسافة وقفت تمام. كده السهم بيقول لي ان هو تحت برضو تاني غالبا هنا برضو. تمام كده هو غالبا في كهف جوه. هنا فعلا. تمام استخبى اهو. Job well done. تمام كده. طيب انا كده خلاص خلصته وده لسه نايم. تمام. طيب نشوف اي حاجه كده ناخدها تاني. في هنا حاجات ممكن تتاخد تمام. ماشي كده هنرجع بقى للست اللي كانت مداني الهدف هنا. تمام كده انا وصلت للست اللي كانت مداني الهدف وهتكلم معاها. You again. Have you killed him? Your man is dead. Thank you for all you've done. Please take this. Thank you. تمام كده كده الهدف خلص وخدت 1575 هدية. طيب نبدأ نشوف هدف تاني. هبدأ اعمل الهدف ده. الهدف ده بيقول اريد بطلا. تمام هبدأ اروح للي بيدي الهدف اهو قدامي اتكلم معاه. كوماندر How can I serve Sparta today? You, Mystios, you're the one who won the battle for Megaris for us Spartans. هقول له ماشي أنا. Your army needed a champion, and I responded. Easy. Thanks to you, Athenian efforts are fractured in this area, and my regiment is finally ready to strike. What do you need? A certain Athenian commander is all that stands in our way to victory.
You want me to kill the Athenian commander? Yes, his death will solve everything. هقوله ماشي هقتله. You can count on me. Good. The gods are smiling on me. You can leave everything to me. تمام كده كده خدت الهدف. هبدأ أشوف بقى المكان بتاعه. أهو المكان ده. طيب نبدأ نروح. كده أنا قربت من الهدف أهو. بيقول لي اقتل القائد الأثيني. ماشي. طيب أنا كده لقيت إيه زي ما أنت شايف. ماشي ده كده الكامب اهو انا بكشف فيه، بخلي الصقر يكشف لي المكان كله. تمام. وهنا في كامب تاني اهو، بس طبعا انا مش عايز الكامب ده، يعني مش هدفي. انا هدفي ده كامبين جنب بعض اهو. وغالبا القائد اللي هو بالمذهب ده ماشي هو المفروض يموت. طيب نبدأ نروح نتسلل كده ونروح. تمام. في هنا ميه. ماشي خلينا في الشجر ده. تمام. طبعا في حركة شغالة في الكامب. خد هنا. في ناس كتيرة في الكامب. انا كده عايز استخبى في مكان الوطن فيه. هو جاي اهو، هو قرب اهو، ماخدش باله من الصفارة. لا بس سامع هو متهيألي. طب كده انا ممكن استخبى من وراه. في حد جاي اهو. كده انا لازم اطلع من الشجر ده عشان انا مش شايفه اساسا. الدروع اللي معاهم جامدة حتى انا مش قادر عليهم. الجون دي ممكن تشيله منه. خلاص كده انا موتت يعتبر. تمام كده مازال الكامب ده ممكن نقفله. انا كده خلاص قتلت القائد وخدت الهدف عملته. ماشي ممكن كده ان انا ايه اتسلى على دول بقى كده عشان ننفذ الكامب ده. ماشي ما سيبوش، خليني في الزرع ده. طب ماشي ماشي، هما عامة نايمين، ممكن نتسلل كده من ورا نجيب اللي صاحي ده. هو في حد شافني؟ شوف التاني ده. ماشي كده في واحد شايفني بس انا ايه مش عارف مكانه، عمال ايه يجيبني كل شويه. تمام. تمام.
ممكن يكون واحد من اللي انا موتهم دول، وممكن يكون واحد من بره، بس انا ايه ماشي مش شايفه. ممكن بس نلم الحاجات دي كده، نقفل الكامب ده. ماشي، في اسلحة هنا كمان ناخدها، لان الحاجات دي بتنفع معاك وانت بتلعب. ماشي، لو انت بقى تفكك الاسلحة دي وتاخد الخامات بتاعتها وتطور بيها الحاجات اللي معاك. تمام، ماشي كده تمام. طيب في هنا المؤن، نحرقها. تمام كده، طيب ماشي. خلاص كده مفيش حاجة في الكامب ده. مش هبدأ ان انا ايه اروح للي مديني الهدف. اهو معلم عليه ده، نبدأ نروح كده. انا وصلت لل اداني الهدف، اتكلم معاه. You again? Have you killed him? Your man is dead. Thank you, mercenary. Now, your reward. All in a day's work. كده خلاص خدت الهدية. 1575. تمام. طيب نشوف هدف تاني. هبدأ أعمل هدف جديد اسمه ماعز وأشباح. كده هو بعيد عني بالظبط 50 متر، هبدأ أروحه. تمام، هو غالبا دي اللي هتدوني. Is there something you need? It is time to honor the Onisos. Time to drink wine, Mistios. But there is much to prepare, and the ghosts will soon rise from the earth. Sure they will. I have to bring pitch to the farmer to paint his door with. It keeps the ghosts out. But game must be hunted, and goats must be slaughtered as well. طيب انا كلها اقولها كده، مثلا تريد ذبح الوحش ولا تحتاج الى ايصالها؟ ماشي، اقول له تحتاج الى ايصالها. Yes, it needs to get there in one piece. طيب اقول لها ماشي. I'll handle okay. this. Thanks, mercenary. May the fates be on your side. تمام، انا كده خدت المهمة. هبدأ اشوف مكانها فين. اهو قريب يعني. ماشي تمام. طيب نبدأ نروح المكان. كده انا وصلت المكان بتاع الهدف. تمام اهو، اتكلم معاه. Hunter told me you'd be expecting this. Just what I needed. Take this for your trouble, Mistios. تمام. ألف وخمسمية خمسة وسبعين. أي هدف بسيط أو صعب بتاخد 1575، بزود لك في الخبرة بتاعتك لحد ما توصل لليفل 18. الفيديو ده إن شاء الله أنا عاملينه لحد ليفل 18، نكمل ليفل 18 وبعد كده نبدأ نشوف هدف في القصة بقى نعملها. تمام، نبدأ نشوف بقى هدف تاني. هنا كده نشوف لوحة الرسايل. لوحة الرسايل، هنبدأ نشوف لها الرسائل. هدف بقى ايه نعمله يكون بسيط برضو. تمام، طيب هنا كده عندك الخمستاشرات الرقص مع المشعوذات. بيقول لي تجمع المشعوذات في الحقل اللقاح مجددا وتسبب رقصتان مشاكل في مزرعتي، تعال لرؤيتي رجاء. ماشي، طيب يعني ممكن ناخد ده 407 متر. تمام، هيبقى بسيط طبعا. ماشي، نشوف كده ايه. كده خلاص انا كده خدت الهدف. طيب نبدأ نشوف مكانه اهو. تمام، ونروحه. كده انا وصلت تديني الهدف. تمام، انا واقف كده عند اديني الهدف بالظبط.
هتكلم معاه. You left a message on the board. What's the matter? There's wild mandrake that grows out in one of my fields. A witch gathers it sometimes. I don't use the mandrake, so I don't mind. Well, I don't mind that part. What bothers you then? The witch dances when she collects the mandrake. It's, well, I suppose provocative is the word I want. I can't get the farmhands to do any work when she's around. Or my husband. That's a problem, but I'm not going to kill her for dancing. No, I just want the mandrake gone. Before my husband volunteers to start delivering it. And you'll pay me to deliver it to her? Yes, exactly. أولا ماشي أمين أتكفل بالأمر We're done here. هدف بسيط برضو تمام طيب دلوقتي هنبدأ نشوف المكان برضو التاني أهو اللي هو هوصل فيه اللفاح ده تمام طيب نروح كده أنا وصلت للهدف اللي أنا هوصله الأعشاب Delivery for you from a farmer. Ah, just what I needed. Take this as payment. تمام كده. 1575 تمام. طيب. ممكن مثلا هنا ايه ناخد الحاجات دي. طالما مش متعلم عليها بالاحمر ممكن تاخدها عادي. تمام. طيب. نشوف الخريطة. اوكي كده خلاص نشوف هدف تاني طيب هنبدا ناخد هدف جديد من لوح الرسائل تمام هنا ده مثلا ماشي تحب الالهه السجع ممكن ماشي يعني ممكن ناخد ده حلو ندوس عليه متهيألي هيكون خفيف يعني اوكي تمام طيب نبدأ نشوف مكانه مكانه فين اهو ده مكانه بيقول لي تحدث الكاتبة طيب نبدأ نروح كده انا وصلت للمكان الشخص اللي هيديني الهدف تمام اتكلم معاه I got your message on the board what's going on dedication to poetry is to serve divine command that is what I do each day And I am blessed for it. Why are you telling me? I'm not a poet. But you too can serve the gods, Mistios. These so-called followers of Ares are an abomination. Their shrine is an affront to the divine. You want me to destroy this shrine? By the gods, you read my mind. طيب أقول لها ماشي. هذا المرة المطلوب. You have my word. They'll tell tales of this mercenary. I'll come back when I'm done. تمام كده طيب نشوف الهدف مكانه فين اهو قريب 200 متر تمام طبعا المفروض ان انا هروح ادمر المكان ده المفروض ان انا طبعا هلاقي بقى طبعا في حراس يعني هشتبك معاهم طيب نروح كده قربت من المكان هبدا انفذ المطلوب مني Got to be careful not to get spotted. تمام. طب ده المفروض ان انا ايه احرقه مثلا بالتي طلع مثلا الشعلة يعني نجرب كده ممكن طيب ماشي ماشي نخفيها تمام كده يعني هو ده التحطيم بتاعي ان انت بس تدمر القلة اللي موجودة حواليه هو كده حتى العلامة راحت تمام في اتنين في حراس اهي كويس حظ حلو تمام كده ماشي كده في حراس تانيين ولا لا مفيش
خلاص كده دي انا حاجة ممكن ناخدها. تمام طيب المفروض كده الهدف يكون انتهى. تمام اهو كده لا ماشي اهو هنا كده خلاص. انا كده اروح للست بقى اللي هي ايه صاحبة الهدف كده. انا جيت للست اللي هي مديني الهدف. تمام هبدأ اخد بقى المكافأة بتاعتي. You again. Has it been destroyed, Mistios? It's been smashed to pieces, just like you asked. The gods were smiling on me the day we met. Thank you, please, for your trouble. Thank you. تمام كده هي خلاص كده اديتني المكافأة بتاعتي 1575. طيب كده متهيألي ممكن هدف كمان من الأهداف البسيطة دي أكمل 18، هجيب ليفل 18. طيب نبدأ إن احنا نشوف الخريطة ونبدأ نشوف هدف تاني يتعمل. طيب يا جماعة هنبدأ نبدأ نعمل هدف جديد اسمه الذهب المخطوف. ماشي طبعا ده انت بتلاقيه كده مش من له رأسية ولا حاجة، ده فيه واحد ماشي كده في الشارع. تمام طيب انا كده اهو هو قريب مني اوي. تمام هو هنا في المكان اهو ده الست دي تقريبا. Fiere, is there something you need? Pathetic. A client had the nerve to run off with my drachmi. I can't stand for such disrespect. طيب هقول لها تريد موت الرجل ولا تريد إلي حملة الدرهم تريد إلي حملة الدرهم إليك؟ يعني أقول لها رقم اثنين. So you want me to get back your drachmi? Not exactly, Mistios. I want you to kill him. عايزين نقتله؟ ولا ماشي ستتكفل بالأمر. I mean your debt. You can leave everything to me. تمام كده انا خدت الهدف. طيب نبدأ ندور على مكانه اهو بالظبط. خلي بالك ان الهدف ده هتقتله وهيبقى فيه مرتزقة هيطلعوا عشان يجيبوا راسك، يعني لازم تلغيه على ما اعتقد يعني. طيب هنبدأ ان انا مثلا ندور عليه كده. ماشي ثواني كده هو كده البعد كام؟ البعد 200 متر. طب نروح المكان. طيب انا كده قربت من المكان خلاص كده المفروض ان هقتل المدني اللي موجود. طيب كده انا ايه يعني ايه كده اهو. تمام اجري بقى بسرعة اهو شوف المرتزقة طلعت على طول. تبدأ ان انت تدوس على الام على الخريطة وتدوس على البي عشان تلغي الهدية اللي على ايه. طيب نرجع نبدأ نرجع بقى للي ادينا الهدف كده. انا رجعت للي كانت مدياني الهدف. تمام كده عشان اخد المكافأة بتاعتي. You again. Have you killed him? Your man is dead. You're a true warrior. Please take this as thanks. All in a day's work. تمام كده كده انا خدت بقى الهدية بتاعتي. المفروض انا كده وصلت 18. تمام فعلا كده انا وصلت 18. تمام كده ممكن كده بقى ابدا ان انا اعمل ايه اهداف بقى من اللي هي الاهداف اللي هي بتاع القصه. يعني مثلا هدف زي ده ماشي ده تبع القصه ماشي. لو ما لقيناش اهداف برضو نبدا نكمل في الاهداف الصغيره دي تاني. تمام طيب نبدا يا جماعه.